بركة الله وتوفيق مشاهدي الأعزاء مستمعي الكرام، ينطلق الشوط الثامن في مجموعة هذه الأشواط، شوط الختام الذي يودع برنامجنا في هذا الصباح لسن الحول والزمول، وهو هذا الشوط مخصص للزمول المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. نبدأ ونبحر مع الصدارة، معاي حبيب يحب المراكز الأولى حمد بن سالم بوهم العامدي يقود هذه الأسماء وهذه الشعارات. النقلة مع ثاني المراكز الشبابي لأحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي حاضر مع الشبابي في ثاني الأسماء، وثالث الأسماء مشغل محمد بن سالم بن فاضل الاكتبي في ثالث المراكز، ورابع المراكز همام قادم الحياب بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي في رابع التحديات، وخامس الاسماء الرقم ثلاثة قاضي لأحمد بن عبد الله متريس الظاهري في سادس، عفوا في خامس المراكز، وسادس المراكز لطيف لعبد الله بن علي بن بقيت النيادي حاضر في سادس المراكز، وسابع التحديات وصل شعار شفيان بن سالم بن محمد العامري حاضر مع الرمادي في سابع المراكز. الدور دور المركز الثامن، ثامن التحديات وثامن المراكز، سالم بن علي بن وديمة العامري حاضر بشعاره في ثامن التحديات مع الرقم 13، وصل محمد بن علي بن وديمة العامري مع سياف، وتاسع المراكز شاهين لحمد بن سالم بن حمد العامري قادم مع شاهين، وعاشر التحديات مشاكل رغش بن محمد بن سليم حسن العامري. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، نداءنا الأول للعشر النجوم المنطلقة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع القيادة، مع البداية، مع الرقم 8 حبيب لحمد بن سالم بوثم العامري. ما شاء الله يا حبيب، يحب المراكز الأولى، يحب المراكز الأولى، والشبابي الشبابي الشبابي غير مع البداية. سلالة أسد الميادين أحمد مخلفة من بخيت المزروعي قادم مع الشباب في البداية، نتراجع إلى ثالث المراكز إلى شعار بن حضيرم حاضر حياب بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي مع همام في ثالث المراكز، ورابع التحديات غازي يبي يغزي الصدارة، أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري حاضر مع غازي في رابع المراكز، وخامس المراكز لطيف عبد الله بن علي بن بخيت النيادي من ينادي الناموس في خامس المراكز، وسادس المراكز مشغل لمحمد بن سالم بن فاضل الاكتبي حاضر بن فاضل في سادس المراكز، وسابع التحديات التسلل من شاهين حمد بن سالم بن حمد العامري حاضر في سابع المراكز، وثامن المراكز وصل النجمي، وصل ابو عوض حمد بن عوض بن زيتون المحيري حاضر مع النجمي في ثامن التحديات، وتاسع المراكز الرمادي شفيان بن سالم بن محمد العامري. نختم ندانا مع شعار بن ركاض حاضر مدلل للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري مع الدلل مع مدلل. هكذا هي النتيجة، ندائنا الثاني لهذه النجوم ولهذه الشعارات شوط الختام. يا مضمرين يا متابعين، ولكن الانطلاق الشبابي الشبابي ما شاء الله، هي الشبابي أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي يقدم لنا الشبابي. ركز يا أبو خلفان، ركز على هذه السلالة المتميزة، سلالة أسد الميادين ينطلق بالصدارة بالقيادة مع الشبابي يتصدر هذه الأسماء.
وهذه الشعارات احمد بن خلفان بن بقيته المزروعي. الله 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 الله، صوت الزمول المهجنات الاصايل، صوت الختام صوت الختام يا مضمرين. وصل حبيب يحب المراكز الاولى لحمد بن سالم بوذم العامري في ثاني المراكز، وثالث التحديات غازي احمد بن عبد الله متريس الظاهري حاضر في ثالث المراكز، وصل بن حضيرم حاضر مع حمام حياب بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي في رابع المراكز، والتسلم اللطيف لعبد الله بن علي بن بخيت النيادي وقدم الرمادي اشفيان بن سالم بن محمد العامري والقادم النجمي، وخلك نجمي يا ابو عوض حمد بن عوض بن زيتون المحيري، عينه على بداية عينه على الصدارة، يغير من موقع إلى موقع وشاهين. ولكن نعود مع التحدي، نعود مع الانطلاق، نعود مع الشباب لا زال في القيادة الشبابي الشبابي احمد بن خلفان بن بخيت المزروعي، وحبيب حبيب 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 لحمد بن سالم بوثم العامري. روح يا ابو سالم، تحدي جميل بشعار بوثم وشعار المزروعي. الله 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 الله، غير حبيب والشبابي من الزاوية الثانية، حبيب والشبابي انطلاق جميل، تحدي مثير على الصدارة بين حمد بن سالم بوثم العامري وأحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي. شرفنا على لائحة الألف وميتين، شرفنا على لائحة الألف وميتين يا مضمرين. وشوفوا الأسماء القادمة، قادم غازي مع أحمد بن عبد الله متريس الظاهري، والقادم النجمي النجمي لحمد بن عوض الزيتون المحيري. الله الله، يا هذا التحرك، يا هذا الهجوم، إرسال جابر بن الخميس الشمسي قادم، والنشمي مع ابن زيتون والشاهين مع العامري. ولكن تابع الحركة، تابع الانطلاق، تابع الشبابي 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 الشبابي. وصلنا لائحة الالف الكيلومتر الاخير، والشبابي نحو الناموس نحو الانتصار. الله 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 يا ابو خلفان احمد بن بخيت المزروعي، احمد بن خلفان بقيت المزروعي. وصل ارسال، يبي يرسل السلام الى جابر بن سالم خميس الشامسي الشامسي. تحدي جميل، انطلاق مثير، الشبابي 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 ينطلق بالقياده، احمد بن خلفان بن بقيت المزروعي المزروعي، والحاضر شاهين. وارسال ارسال ارسال، ولكن الشبابي لا زال في القيادة، لا زال في البداية. احمد بن خلفان بن بخيت المزروعي المزروعي دائما يزرع الناموس والانتصار. وارسال ارسال، حاضر للجبل بن سالم بن خميس الشامسي الشامسي، ارسل ارسال في رمتان الاخيرة. سلام يا ابو سهيل، سلام يا الشامسي. ارسال ارسال لا جابر بن سالم خميس الشمس، تهانينا والناموس. المركز الثاني الشبابي لأحمد بن خلفان المزروعي، وثالث الأسماء شاهين لحمد بن سالم العامري، ورابع الأسماء لطيف لعبد الله بن علي بن بخيت النيادي، وخامس الأسماء شاهين لمحمد بن سالم النخير العفاري. هكذا هي النتيجة والتوقيت، 10 دقائق و12 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح. تقبل تحياتي وتحيات المنظمين لهذا الميدان.